يا ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم فز وقت البيز يا ولد وعلي لي البيت سمعني صوت عيال وسقفة وحبيت زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما ذكرت على بمكير اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير كوكتيل خطير كوكتيل خطير رضعت في طفل في الناقة مش بودرة وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي واد صغير او كان كبير او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان علامة جاهل او خريج فرير يطيع الكبير يتكون محذوف في بطن بير Objection. 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 Yeah. Loves the cake and I'll be then your older please just give yourself a break you can't even battle me 101 Mr. Fake my rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع جزرة وقطمها جحش خير يا ست الناس صباح النور الفطور جاهز ايه ده فين الفطيره الفطيره تاجي من الفرن عشان تبقى مهوجه طب يا رب تاجي قوام الكبير هيندل دلوك اها صباح الخير يا كبير وطي صوتك يا هاتيري ما بقيناش لحالنا بقيلين الجيري وجيري ما تسرش كمان بقى كده يا توماس هو ده رد الجميل ده انت طلعت شاب جدي مش كان زمانك مرمي دلوقتي في القسم مع القتال والحراميين والله يا فزاع شكلي اديك بالفرجلي طيب انا عملت ايه طه يا عم تير تليفون واحد لل 911 هينفخوك في سنتي بقول لك ايه يا فزاع امن جنابك اخبط راسك فضخا حيطه والله طينت قلت حاجة يا كبير ما أنا خشمي مسوجة ها بس منك ليه بلاش لعب العيال الصغيرين ده أنت هتعلي حسك علي يا مجنون أنت لا يا كبير لا ده اللي بكلم الغفر اللي برا المتنحين دول امشي اطلع برا يا هتير هتطردني من الجنة أنا رايح للناس الطيبين دول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ايه هدرس عملت ايه مع الناس بتوع المسرح طب جريت روح دلوقتي بقى على المطبعة عشان تجيب البوسترز اوكي باي وندرفول طيب المغنية جاية امتى بعد بكرة فرصة ريه ومرسح ايه انا مش فاهم حاجة يا بيه افهمك يا انكل جابو احنا عاملين الحفلة دي بمناسبة ان جوني بقى النيو عمدة واخترنا نيكول سابا عشان تيجي تغني فيها بس نيكول سابا نيكول سابا انت تعرفها ومين في مصر ما يعرفش نيكول سابا شفت يا جوني مش قلتلك هنا بيحبوها جامد بس برضو I think لو كنا جبنا يعني إلتون جون كان عمل شغل هنا دماغهم كده طب والست نيكول يعني لما تيجي
هتبيت فين؟ هصادفها عندي هنا طبعا 3 أيام قبل الحفلة. لا ده عنديه عنديه هناك. المسخرة دي ما تعتبش الدوار الكبير قوي واصل. حاسب ده نصي نصي، اوعى تعديه. وحياة أغلى حاجة عندك يا كبير، ده نكون سبا دي عسولة قوي. لا يعني لا، مش من حقك يا كبير، أنا العمدة دلوقتي ودي أملاكي أملاكي، يعني ما يخصكش. لا يخصني، والكبير قوي لو كان عايز كان طربقها فوق دماغك. بقول لجنابك إيه؟ ما تتسرعش يا كبير، بيكول هون اللي هقول لك وليه. وعي جنابك ناكل سابة دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ عارف المطربة اللي جنابك بتزوم أول ما تشوفها؟ نهون فيهم اللي هقول يشغلني بيك وهواك بعدي معاك بتاعت الفيلم عادل إمام تجربة الدنماركية قالتا جوتنبرج باه اللي راحت مجلس الوزراء بنفس الغزير بشحمة ولحمة أموت أنا وأعيد السنة. بتقولوا إيه؟ مفيش، بقول إن المسخرة دي لا يمكن تدخل الدوار هنا أبداً. ورحمة أبوك يا كبير توافق؟ لا عشان خطري يا كبير. جزرة وقطمة جحش. نورت المزاريطة. دي قلعة الكبير قوي ماي فادر، دي صوره اللي فوق السلم هناك، دي صوره الاثنين. هنا بيسموه دوار العمودية، يو نو سمثينج لايك الوايت هاوس. اوكي نيكول، بشوفك بكره في البروفا. اوكي باي باي باي. ايوه يا جوني، بس انت يعني شكلك تو كول على العمده اللي بنشوفه في الافلام. ثانك يو سويري. ثانك يو نيكول. استني نيكول، حلمو العلم ده يا ربي. استني نيكول، انا طبعك ده وبحبك ده وبحب اعيش وما عندي ايش غيرك ده. استني كول، انا بحبك قوي، معلش انا فرحه ما سيعنيش، المزارطه كلها منوره. حبيبتي ميرسي، منوره باحلى. حياه النبي، تبقي تاجي عندنا عشان نتانس بيكي. طب ما انا عندكم اهو، هو انتوا عندكم تاني؟ لا انا ما قصديش هنا، انا قصدي هناك، هنا النص بتاع سيجوني، هناك النص بتاع الكبير قوي. يا مري تعمل ايه عندك يا بلغه؟ حقك عليا يا كبير. بلغه؟ ايه بلغه ده؟ اسمها اسمها ايه؟ لا بلغه دي حاجه بتلبس في الرجل، لايك شبشب وبقاب، يو نو. وبقاب؟ او ماي جاد، جوني ده يعني كده بيشتمها؟ بيشتمها ايه ده؟ كده بيدلعها. طريقه جديده للدلع، مش عاطله الفكره. انسي الموضوع ده، هبقى فاهمه لك بكره. المهم دلوقتي لازم تطلعي تنامي عشان بكره الصبح تصحي فريش. طيب فهمنا، بس انه هلا ما خبرتني، بدي اعرف السكادجول كله لحد نهار الحفله. اوكي. بروجرام النهارده هتاخدي راحه عشان اكيد انت تعبانه من المشوار. بكره الصبح هنروح المسرح اللي هيتعمل عليه الكونسرت عشان لو ليكي اي كومنتس تتعمل. خلاص كده كمان روجي يجي وتتفقوا كده تظبطوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها مع بعض. اوكي. بعد كده هنعمل لايك اورينتال لانش، بعديها هنعمل تور في القريه عشان تتعرفي على. ايوه الشبكه واقعه خالص. بوه تصدق جابت هنا؟ السلام عليكم. اهلا جوني. مين هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه للاسف خيي. خيك؟ وليش هو منه العمده؟ شكله كتير حمش. بليز كمل. بالليل. ايوه يا حامي يا ابو قلب جامد. ايوه فين يا عمي؟ مش تبقى تيجي؟ احنا قاعدين وحشنا قوي قوي قوي. مشكوك؟ كفاره؟ باه. الو؟ ايوه. كمل. بالليل هنروح الساقيه. بصي المنظر من هناك هيبقى بجد اميزنج. هناك ممكن ناخد. انت فين يا جحش؟ امر جنابك، انا هنا يا كبير. لا ده كده استهبال بقى. لو سمحت يا كبير خليك في نصك. نصي؟ داني افلكك نصين يا هتير انت وعلقك في الذبيحه. وده لا مؤاخذه شغلتي.
منورة ونورك ملعلط. مرسي يا قلبي كلك ذوق. غريب بس كتير مهضوم. ده حيوان قوي 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 عن جد بعقد. يا كبير صباح الخير. صباح الكنافة بالقشطة اللي عم تنقط عصلك دي. بقولك ايه ما تاجي تعلمنا قوس؟ ده احنا هنقوس ونقوس ونقوس. شو حميش نازلة؟ استنيكول استنيكول صباح الفل يا استنيكول. بوجور كيفي؟ الحمد لله. على فين الصبح بدري كده؟ كنت طالعة شم شوية هوا. قليلة في شيء؟ لا أنا كنت بطمن يعني تكوني عايزة حاجة كده ولا كده. لا مرتي حبيبتي بس عوز شي رح قلك. طب أنا كنت عايزة أسألك سؤال. اسألي. إيه إحساسك وانت واقفة قدام الأستاذ عادل إمام؟ كان بيشبه إحساسك أنت واقفة قدامي هلأ. طب سؤال صغير كمان قول. هو شعرك أصفر كده طبيعي ولا أنت حاطة له حاجة؟ هي سر المهنة. طب معلش أصلا زي ما أنت شايفة كده أنا شعري مجعد ونفسي أسابسه زيك كده. بتعمليه كيف؟ حبكت هلأ هدية بعدين بقلك. بعدين ماشي. بوجورك يا كبير. أهلا 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 أهلا. كيفك اليوم؟ منيح. قوليلي عرفتي تنعسي ولا الناموس يعملها معاك؟ لا ما تخاف عملت حسابي. ليك قلي انت هيك معود طوعك اليوم تضرب نار؟ امال لما يكون بالي رايق اضرب لي قد 600 700 عيار قديه على خيار الريق. دخيلها ضمتك انا. طب ليك في جريب؟ فيكي طبعا بس انا خايف عليكي اصلا تقيله قوي. ايه لا ما تخاف علي. ولا انت بخله؟ احنا بخله ده احنا اهل كرم كله بس يعني انا خايف تعوري حد كده ولا كده ولا تعوري فداك يا زلبي. اف لك شو تقيله. ما قلت لك شوفك تذكري لمؤاخذه الدبسه في كتفك كده هيك هيك وتاخدي نفس عميق هيك هيك وتحطي سن طرف نملة الدبانة تحت أسفل منتصف الهدف. عنك أنت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي علمك أنا ما يعلم الحرمة اللي حرمة زيها. هاتي بوجور حطي السلاح كده يا زلبيه وبعدين تنشني بعينيك الحلوين دول وتضرب بصباعك الطريده هيك؟ هيك يا أختي. يوه أنا زهقت من الأكل ده. إيه ده؟ على فكرة أنا تعبت جداً عشان أعرف your favorite. أنا باكل من الأكل ده كل يوم إنما أنا هنا جاية الصعيد فنفسي أكل الأكل بتاعكو يعني شوية فول جبنة فطير مشلتت. أنت الفطير المشلتت يا بنت. على فكرة الأكل الصعيدي كله دسم وفاتس وبيجيب جناب. وفيها إيه؟ مش هما بياكلوا منه؟ هات الفول المدمس. انا هروح اكل معاهم. بلاش بلاش هيحرجك وهيطردك يبقى شكلك وحش. وانت مالك يا فزاع الجحش بتخلي الناس على راحتها يا اخي. يا دي الهم هو انا عتبت نواحيهم واصل؟ استاذن انا. طب بليز بسرعه يعني نقنقي. بقولك يا كبير ممكن افطر معاكو؟ ده انت تانسي وتنوري. طباب. ايه ده؟ مفتجي. شو هاي؟ مين ديش عندينا؟ وده يبقى المين مش؟ تعالي واحدة تعالي واحدة توقي دي هم كتير حار. يعني زينة ولا عفشة؟ يعني كتير سبايسي. يعني زينة ولا عفشة؟
طيبة منيحة. بسم الهوري. بتعطيني بعد خبر؟ ليه؟ اتفضل يا حبيبتي. مرسي. اي اوعي هدي اوعي هدي. في حاجة دخلت جواني. اسم الله عليكي. انفخلي فيها انفخلي فيها. اسم الله عليكي اجيب حكيم. حكيم يهده اوعك ده. تعالي يا حبيبتي انفخها لي كاني. عم اهلك بس ها؟ على مهلك يا بنت تلبصيلها عينيه. ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم. قلت اطلع البلكونه اضرب لي حجريه. طب بدك فل واتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي ده انا بعت اجيب عسل وبسبوسه وكنافه وزلابيه. دخيلك مش قادر. ده انا من ساعه ما جيت وعماله اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي؟ تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطة القشطة ولسه كمان لما تدخلي اكتر واكتر. ليك يا كبير ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعية. شو هاي؟ عندي طين. مش هتفهميها انت. طين دي يعني ارض. عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك. هيك شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجه محدده يعني. بطلع برياضه؟ لا الرياضه دي كانت زمان يعني واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعه وبالليل نصيدوا عقارب ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو. طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك. انا ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والاستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس. والجداد دلوك الاستاذ عباس حموده ومحمد ابو لمونه وعلي جرمونه وجاستن تمبرليك. طب وانا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده انا طبعك ده واحبك ده ومن الاخر مفيش اطعم منك ده. الغنيوه دي اثرت فيا خالص. كيف يعني اثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ وشرخ عميق. شرخ؟ انه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد انا انبسطت اني شفتك يا كبير. شفتيني انا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. ميرسي. يا كبير هذا من الملذات. لازم نقوم دلوق. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحة جامدة جدي. هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطة. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين. ما تقدري تاخدي لفة. عن جد عم تحكي؟ ايه ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتأخر عليكم، باي. بونجور. بونجورين. لايف از لايف. ليلي ليلي ليلي. بردك لايف. ليلي امشي يا نمشي. على فكرة بقى هما 3 دقايق بالظبط ولو ما رجعتش أنا همشي. دي قلة أدب. لا ريلي ريلي قلة أدب. كل ده بياخدوا لفة؟ ليه بيلفوا إيه؟ طيب. بيلفوا إيه؟ معلش خلاص بقى أنا مال أنا جوني. جوني زي ما بيقولوا هنا الغايب حجته معاه. ده كلام فاضي، أنت بتقول أي كلام. يعني إيه؟ يعني إيه؟ زي مصير الحي يتلاقى، ما اكيد هيتلاقوا، ايه اللي بتقوله ده؟ جوني انا قصدي يعني نستنى شويه. استنى، استنى. انا خلاص، رجلي خلاص. لا وانا مش قادر اصدق، انا جوني بيكهام العرب اللي اي بنت في الكون تتمنى تقول لي كلمتين وانا اللي بلفظ وما بديش فيس اساسا، يتنفض لي؟
ما صح انا يتنفض لي؟ ما ينفعش بس يعني انا جوه نستنى شويه جوه ما شفتوش الكبير يا جماعه؟ ما شفناهوش؟ شفناه من 7 ساعات بره، خدني كل على الكاريت لفه ومن ساعتها اختفوا لحالهم؟ لا كان معاهم حصان ابيض. واضح انهم ارتاحوا لبعض قوي. رح لما تنفخهم علشان احنا مع بعضينا والاول يا حلاوتكم. ما لسه بدري يا كبير، داير تتصرمح لي انت والسنيورة لنصاص الليالي؟ لمي نفسك يا هدية، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ايوه نسيت نفسي. ما هو لما تاجي العيوقة دي وتلف عليك عشان تخطفك مني يبقى لازم انسى نفسي. جرايه هدية في ايه؟ ما تهدي شوية. اقفلي خشمي. بقول لك ايه؟ بس معوزتي كنت الحديد جزر وقطم هدعش الكوبوي دي هتبقى مرتي.